بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلاب دبلوم فني اللوجستيات، أهلا وسهلا بيكم. وبنكمل مع بعض إن شاء الله مراجعة مادة عمليات المخازن. هنشتغل النهاردة مع بعض الباب أو الفصل الثالث إن شاء الله مع بعضينا. نبتدي مع بعض على طول الأسئلة. الأسئلة بتقول لي، السؤال بيقول لي اذكر أهم الوظائف التي يقوم بها التغليف الجيد للمنتجات. 1 دور الاحتواء، 2 دور الحماية، 3 دور تسهيل مناولة المنتج، 4 دور ترويج المبيعات. السؤال الثاني بيقول لي اذكر قرارات الشراء السبعة، او بصيغة تانية السؤال، ما هي اهم الاسئلة الواردة قبل اتخاذ القرار بالشراء؟ 1 ماذا اشتري؟ 2 ما مقدار ما اشتريه؟ 3 متى اقوم بالشراء؟ 4 ما السعر المناسب للشراء؟ 5 من أين أقوم بالشراء؟ 6 ممن أشتري؟ 7 كيف أشتري؟ السؤال رقم 3، مما يتكون نظام النقل؟ يتكون نظام النقل، الإجابة بتاعتي يتكون نظام النقل من منظومة تضم الآتي: 1 وسيط النقل، وهو الطريق الذي تسير فيه الشحنة، سواء هذا الطريق كان بري أو سككي، سكك الحديد يعني، أو بحري أو جوي. 2 وسيلة النقل، وهي المركبة إذا كانت هذه المركبة شاحنة أو سفينة أو طائرة. الناقل، وهو المشغل او المالك لوسيلة النقل او مقدم البضاعة ومتعهد الشحن والشاحن. يبقى عندي الناقل والشاحن وسيلة النقل ووسيلة النقل. 4 ما هي الاحوال التي يلائمها استخدام نظام النقل البري الدولي بالشحنات؟ 1 توافر شبكة طرق ذات جودة ومواصفات عالية. توافر شبكة ربط بين مجموعات من الدول ذات الحدود الجغرافية الطبيعية مع بعضها. حالة الدول التي لا تطل على مجاري مائية ملاحية. قصر المسافة بين بلد التصدير ونقطة الوصول في بلد الاستيراد. ويستطيع المنتج الاختيار ما بين الناقل العمومي والناقل المتخصص في سلعة بعينها. 5 يحقق النقل الجوي العديد من المزايا، ايه اذكرها؟ ايه هي مزايا النقل الجوي دي؟ 1 من مزايا النقل الجوي سرعة وصول الشحنة. 2 انخفاض تكلفة التخزين والتأمين. 3 سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق وغيرها. ازدياد الطلب على الشحن الجوي في الوقت الراهن. 6 ما هي الأحوال التي تنصح بها المنتج أن يتجه إلى التفكير في الشحن الجوي؟ إمتى تقول للمنتج ده فكر في التفكير، فكر في الشحن الجوي؟ إذا لم تكن منتجات المراد شحنها من النوع منخفض القيمة، يعني نوع رخيص، ما ينفعش إن أنا يعني أحط النوع الرخيص دوت أنقله بطيران، بضاعة رخيصة أو ثمنها رخيص، لا، لازم يكون بضاعة غالية الثمن. 2 إذا لم تكن المنتجات المراد شحنها لها أبعاد غير نمطية، يعني لازم تكون لها أبعاد نمطية، يعني إيه؟ يعني كلها مقاسات كده موحدة كده. متى كانت المنتجات المراد شحنها قابلة للتعبئة؟ يعني لازم تكون قابلة للتعبئة في وحدات تعبئة يعني ذات حجم معين. إن كان العنصر ده له أهمية كبيرة في تحديد شروط التسليم من جانب المستورد، إذا كانت مواصفات السلعة قابلة للتغير بسبب عنصر الوقت، يعني ايه؟ يعني للتلف، قابله للتلف او انها ممكن تفسد او غيره، فده محتاج الطيران. اذا اثر استخدام الشحن الجوي جوهريا على معدل دوران راس المال، يعني ده هيأثر بغالي مثلا او غيره، يأثر على الربح، فما ينفعش ان انا انقل بالطيران. اذكر خطوات ما قبل الاستيراد والتصدير. 1 التعرف على يعني ايه الخطوات اللي بنعملها. اول حاجه بنعرف النوادين، نعرف اسعار الشحن ايه، يعني بنختار الخط الملاحي اذا كان جوي او بري، حجز فراغ الشحن اللي انا هشحن فيها، تسجيل الشحنه في اشعار شحن وارساله لشركه الشحن، تسجيل بيانات الشحنه في البيان الجمركي الصادر وتسليمه للجمارك، الترتيب عشان اعبئ الشحنه دي بما فيها واحط علامات الشحن على البضاعه بتاعتي، استلام اشعار الشحن بموعد السفينه والرحله امتى، ارسال البضاعه يكون معبئه ومجهزه للميناء او اذا كان هذا الميناء بحري او جوي او غيره، استلام بوليصه الشحن من شركه الشحن، سداد النولون اللي هو اذا كان بالدفع مقدم، تظهير بوليصه الشحن من خلف كده اذا كان برسل نسخ منها الى الشحن والجمارك والبنود والمستورد بتاعها. سؤال 8 وضح المراحل المتتابعه التي تحتوي عليها عمليه نشاط الشحن الخارجي. 1 ترجمه الاوامر مع رقابه الصادرات والواردات. اعتماد على خطاب الضمان يتم ايجاد تفاصيل البنود الملائمه للاتفاق. تحديد طريقه نقل البحر اذا لم تكن محدوده من قبل.
اصدار التعليمات بالتعبئه والترميز وتركون البضاعه، حجز واستئجار فراغات الشحن، اصدار التعليمات بالشحن، استخراج جميع المستندات الضروريه، جمع وفحص جميع المستندات، ارسال المستندات لاداره الحسابات لتحصيل المدفوعات، اصدار امر التشغيل وتصل ذروتها متى تم انتاج السلعه المطلوبه واصبحت جاهزه للشحن. اذكر مواصفات مواد التعبئه، ده سؤال مهم جدا. ايه هي مواصفات مواد التعبئه؟ يجب ان يتم اختيار مواد التعبئه بحيث تحقق القدره على ايه؟ حمايه المنتج من التحطم، مقاومه الصدمات، القابليه للتشكل لتلقيم التستيف، منع التبخر، منع الصدأ، الحفاظ على الكثافه، على اللون، تحمل درجات الحراره، يعني وما يكونش غالي، تمن التكلفه بتاعته ما تكونش غاليه. طب بوليصه الشحن، ده سؤال برضو مهم جدا ممكن يجيني. ما هي البيانات التي تنطوي عليها بوليصه الشحن اللي هي البي ال بيل اوف لودنج، اللي هي بوليصه الشحن ايه هي اللي بتحتوي على ايه؟ اسم الشاحن واسم السفينه الناقله ووصف الشحن وعلامات الشحن ورقم كل عبوه على حده وميناء الشحن اذا كان هذا ميناء الشحن يعني ميناء جاف او غيره، ميناء التفريغ او ميناء الجاف، وصف شامل للنولون، اسم المشحون اليه او المستورد، شروط عقد النقل ايه هو بتاعت الانك تيرم ديت، تاريخ استلام البضاعه للنقل او التفريغ على السفينه، اسم وعنوان الطرف التي اللي هو هيتم اختاره بالوصول، عدد ونسخ البوليصه الاصليه الموقعه من نيابه عن صاحب الشأن او وكيله، توقيع الخط الملاحق او وكيله على هذه البوليصه. طب ما المقصود بكل من بوليصه الشحن وشركات بوليصه الشحن وعندي شركات اداره المخزون؟ ايه هي بوليصه الشحن؟ بوليصه الشحن دي بتمثل بوليصه الشحن اللي هي البي ال دوت، اختصارها واحده من اهم المستندات المستخدمه في التجاره الدوليه، حيث تترجم كافه الشروط التي يتم الاتفاق عليها بصدد النقل والشحن الى بيانات تدون في بوليصه الشحن. وتعد بوليصه الشحن بمثابه ايصال البضاعه المشحونه على سفينه معينه وموقع عليها من قبل الناقل او وكيله، مع تحديد شروط التسليم واستلام البضاعه المشحونه من السفينه. ومن ثم فهي ليست العقد الفعلي لاتفاق النقل بين الناقل والشاحن، بل هي ترجمه للي حاصل في العقد يعني. طب التعريف الثاني بيقول لي شركات اداره المخزون. ايه هي شركات اداره المخزون؟ هي شركات لاداره مخزون المنتجات لاكثر من منتج وبائع في نفس الوقت، وتشمل عمليه التخزين والترتيب والتغليف والشحن طبعا. طب الحاويه النمطيه بمقياس الايزو لها العديد من الاشكال، اذكر اهمها. عندي انواع الحاويات ايه؟ الحاويه الجافه، الحاويه المعزوله، الحاويه بدون اجداب او مسطحه، الحاويه المفتوحه من اعلى، الحاويه الفنطاسيه اللي هي التانك، الحاويه المبرده، اللي هي انواع الحاويات يعني. النمطيه يعني ايه؟ ليها مقاس، الحاويه ليها مقاس معين يعني، عندي مقاسها معروف ومتعارف عليه، احنا بتاع الحاويه عارفينه يعني. اللي هي هنقولها برضو عشان تبقى ممكن يجي لك سؤال برضو ليها، نعرفها اللي هي بيبقى طولها 20 قدم وارتفاع حوالي 8 قدم وعرضها حوالي 8 قدم برضو. طب ماذا يشير المصطلح بتاع الترانس بوتن دوت اللي هو الترانس بروتن دوت اللي هو يعني النقلة وغيره، ومصطلح الشيبنج اللي هو الشاحن، وما العلاقة بينهم؟ يعني النقل ده بتاع النقل ده ان هو مصطلح يعني شحن يعني نقل اللي هو المصطلح بتاع الترانسميت ده يعني النقل، والمصطلح بتاع الشيبنج يعني الشحن. طيب اكمل العبارات الاتية، خد بالك بقى هنا من حتة النقط دي، المفروض اللي انا دي الاجابة، لكن السؤال اهو، ينبغي ان تصل البضاعة لنقطة بيعها. بيعها ايه بقى؟ غير فاسدة، هنا دي الإجابة بتاعتي عند النقط هنا، غير فاسدة، غير تالفة، صالحة للغرض المعد لأجله، جذابة للمشتري. طب تحتاج أنواع مختلفة من البضاعة لتصدير أنواع مختلفة للحماية من إيه؟ النقط بقى عندي هي كده، المفروض دي هتجيلك السؤال ده نقط، أنت هتكتب في إيه بقى؟ الرطوبة والكسر والخدش والسرقة والكدمات أو الصدمات. السؤال الثالث، يجب تحضير البضاعة للتغليف من خلال إيه بقى؟ نقط ونقط، من خلال التنظيف وحماية الأسطح والاستيفاء والتجفيف ووضع العلامات. طب يضمن نظام تنميط الشحن البضاعه العامه نوعين رئيسيين هم ايه بقى؟ النوعين الناقصين النمطيين ديت يعني مقاس واحد يعني، اللي هو نظام ايه بقى؟ نقط ونقط، اللي هو نظام الطبالي والحاويات. طب ان استخدام الشحن البحري يكون اقتصاديا في الاحوال التاليه، اللي هي الوحدات الكبيره والسلع الصب وعدم وجود حاجه في اهميه سرعه التسليم. طب ايه هو
تكملة الكلام ده، النقط علم وفن ضمان وصول المنتج المناسب للمكان المناسب بالمقدار المناسب في الوقت المناسب لاتباع المستهلك. ايه هي؟ ده اللي يعتبر اللي هو اللوجستيات. طيب، يتكون نظام النقل من منظومة تضم الآتي، احنا كنا شرحناهم فوق انهم اللي هو وسيط النقل ووسيط وسيلة النقل والناقل والشحن. طيب، هو السعر، نقط، هو السعر الذي يعطي اقل تكلفة اجمالية على جميع سلسلة التوزيع دون التعارض. ايه هو؟ اللي هو سعر العبوة الصحيح. ان لوجستيات النقل تعني ايه؟ تعني تكامل النقل واندماجه في اطار الخدمات الاخرى زي التخزين والتعبئة والترميز والتأمين والتمويل والاجراءات الايه المختلفة. طب نستكفي كده مع بعضينا الدرس ده عشان يبقى خفيف، وبعد كده ان شاء الله نكمل الباب او الفصل الرابع.